اخر لانتهاء حملتنا الانتخابيه. الحمله اللي نخوضها بكل عزم على الاقليم بودوما في ذات الدرب اللي رسموه زعمانا الاجداد وفي مقدمتهم الرئيس تحبيب بوتيبه من مسؤوليات رئيس الجمهوريه السهر على ضمان الحقوق اللي اقرها الدستور للافراد والجماعات والجهات، فانه من الواجبات اللي اتعهد بها امامكم وامام الشعب التونسي بعد نيل ثقه الشعب هي ان اعمل على ارساء تعاون وثيق مع مجلس النواب والحكومه. البطالة، مقاومة البطالة أولوية أولويات. الشباب، الشباب في قلب الوطن، الشباب اليوم مستقبل البلاد، والشباب لازم نحصوله كل طاقاتنا وكل إمكانياتنا. إن شاء الله بحول الله باش نكون عند حسن ظنكم إن وضعتم ثقتكم فيا يوم 23 نوفمبر القادم، يوم 23 نوفمبر. التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج بالعمل على ضمان أمن البلاد واستقرارها وسيادة مسيرتها التنموية في كنف الوئام والتضامن الوطني. أننا نكرم أرواح شهدائنا الأبرار من أفراد الجيش الوطني والحرس والأمن ومن المدنيين الأبرياء الذين طالتهم يد الإرهاب الآثمة. نعرب عن شديد أسفنا لانخراط شبابنا في التنظيمات والأعمال الإرهابية في الداخل والخارج بنسق وصور غريبة تماما عن طبيعة الشعب التونسي المتسامح المعتدل المتفتح على مر العصور والأجيال. الأمل عبر استحداث نسق التنمية بكل أبعادها في إطار استراتيجيات ناجعة وخطط محكمة وسياسات عامة وقطاعية هدفها النهوض بالاقتصاد الوطني لتسريع إحداثات الشغل وخلق الثروات وتوزيعها التوزيع العادل بين الجهات والفئات والأفراد. أتعهد من جهة أخرى على حسن استغلال مواردنا الطبيعية وضمان التوزيع العادل لثمارها بين الجهات وسائر الشرائح الاجتماعية. كما التزم في هذا الإطار بأن أجعل في مقدمة الاهتمامات تحقيق الانتشار الأجدى بالنسبة للمؤسسات الصحية والاستشفائية مع توزيع مظلة التغطية الاجتماعية طبقا لأحكام الدستور. يدا واحدة لنحقق الحلم التونسي بأن نكون في الصفوف الأولى من هذا العالم. هذا الحلم اللي يحرك نضالات أجيال متعاقبة من التونسيين وبإمكاننا تحويله إلى حقيقة بالتضامن والصدق والتفاني في خدمة هذا الوطن العزيز. من أجل بناء المستقبل المشرق إكراماً لتضحيات الشهداء الأبرار وإيفاء بالدين تجاه الوطن العزيز وتطلعات كل الجهات والفئات ولا سيما الأجيال الجديدة اللي لن تحترمنا أبداً ما لم نتوفق في فتح أوسع الأفاق أمامها.